حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا اعيد مره ثانيه انه حننتقل الى القصيم، لدينا بث مباشر من مركز الملك خالد الحضاري ببريدة مع الزميل سامي الشبرمي لنقل وقائع المؤتمر الصيدلي الإكلينيكي الأول بالمملكة. شكرا مجزيلين، شكرا آية، ورحب بالجميع من هنا من مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، حيث المؤتمر الدولي السعودي الأول للصيدلة الأكلينيكية، والذي تستضيفه كلية الصيدلة بجامعة القصيم. هذا المؤتمر الذي يضم نخبة من المهتمين والمبدعين بهذا المجال للحديث أكثر عن هذا المؤتمر، يسعدني أن أرحب بالدكتورة بدور العمري. تفضلي الدكتورة. رحب فيك دكتورة بدور العمري. نتحدث في البداية عن الصيدلة الأكلينيكية، ماذا يعني مصطلح الصيدلة الأكلينيكية؟ أول شيء أشكركم على استضافتي. ثاني شيء، أول شيء راح أعلمكم إيش معنى الصيدلة الإكلينيكية. الصيدلة الإكلينيكية هي علم من علوم الصيدلة، حيث يكون الصيدلي يقوم بتقديم الرعاية الطبية للمريض داخل المستشفيات، سواء المرضى المنومين أو اللي يكونوا بالعيادات، وأيضا يقوم بتعليم الطلبة والطالبات. ومن خلال هالمؤتمر هذا الصيدلة الإكلينيكية من التعليم إلى التطبيق، سواء تعليم الطلاب، تعليم وكيفية وطريقة التعليم وكيفية وكيف يكون مخرجات التعليم في هذه الجامعة الرائدة، وأيضا يكون في كيفية الممارسة، حيث تكون الممارسة الأشياء الجديدة اللي تكون اكتشفت مقدما يعني، وتبادل الخبرات. ومن أيضا من خلال المؤتمر هذا فيها اختير المتحدثين بجودة وكفاءة عالية لتبادل خبراتهم يعني، ونستفيد منهم. طيب أنت بدورك دكتورة بدور، ماذا قدمت في هذا المؤتمر؟ في هذا المؤتمر قدمت محاضرة، حدثينا عن هذه المحاضرة التي قدمتيها. قدمت محاضرة، وكانت المحاضرة هذه عن مضادات التخثر الجديدة اللي اكتشفت حديثاً،
الطبية وآخر الدراسات اللي اكتشفت عنها وهل هي مفيدة ولا لا، وكان يعني هل نستطيع أن نستخدمها للمرضى بما أنها جديدة. أيوة وكانت مفيدة إن شاء الله واستفاد منها الجميع. شكرا دكتورة بدور. العفو. شكرا للدكتورة بدور العمري. ضيفة أخرى الدكتورة داليا الغامدي. دكتورة رحب فيك عبر برنامج حياتنا. دكتورة نتحدث عن هذا المؤتمر، أنت قدمت أيضا محاضرة في هذا المؤتمر، حدثينا عن هذه المحاضرة التي قدمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أتفضل بالشكر، أتقدم بالشكر لجامعة القصيم لاستضافتنا واستضافة نخبة من المتحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. المحاضرة اللي قدمتها كانت عن دور مسؤول السلامة الدوائية في المستشفى العسكري مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. صراحة أسعدني كثير تقديم هذه المحاضرة لأن الطلبة والطالبات سألوا كثير أسئلة في هذا المجال وكان عندهم اهتمام أنهم يعرفون كيف وصلت أنا كمديكيشن كمسؤولة سلامة دوائية لهذه الوظيفة خلال سنوات خبرتي. وطبعا برضو احنا ساعدناهم انه كيف يتواصلوا معنا على اساس يستفيدوا مننا ومن خبراتنا. دكتورة بالتأكيد هذا المؤتمر لا يستهدف الطلبة والطالبات بشكل خاص، من يستهدف غير الطالب والطالبات؟ طبعا الصيادلة بشكل عام، الصيادلة الكلينيكيين، الجامعات الأخرى كانت مشاركة مثل جامعة الملك سعود من الرياض، مستشفيات الكبيرة كمان مشاركة، مستشفى الملك فيصل والحرس الوطني بالرياض ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. طبعا أضافت لنا كثير لأنه المتحدثين كانوا مميزين زي ما قلت لك، وكل أحد إحنا قاعدين مثلا نخبرهم ولا نحدثهم عن تجربتنا في السعودية وهم كمان كل أحد منهم بيخبرنا إيش اللي صار بأمريكا وبريطانيا، فهي مشاركة علمية وعملية. طيب دكتورة أبرز الأسماء التي شاركتكم من خارج المملكة. أيوة. كان طبعا فيها بروفيسورز متواجدين من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤلفي كتب في الكلينيكال فارما
العربي. وفي ناس كمان من بريطانيا كانوا جايين من University College of London، تعتبر من أشهر الجامعات في بريطانيا. بالفعل كانت فرصة يعني كويسة لنا أن نقابلهم. دكتورة، تقريبا كم محاضرة طرحت هنا أو ورقة عمل؟ والله ما أقدر أحصيها لك، بس كانت أيام حافلة، 3 أيام حافلة بأشياء كثيرة وخبرات جديدة. طبعا ما أنكر كمان وجود العنصر الوطني، السعوديين كان لهم مشاركات مميزة من مستشفى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية دكتور خالد اليحيى ودكتور بدور العمري. دكتور خالد أحمد جديع من مستشفى الملك فيصل التخصصي قدم محاضرة مميزة. يعني كل هذه الأسماء كانوا مميزين صراحة في المحاضرات. طيب دكتورة، اليوم ينتهي المؤتمر، بالتأكيد قدمت ورق عمل، قدمت ورش عمل، ما هي النتيجة؟ ما هي المحصلة؟ في توصيات معينة؟ طبعا لازم احنا نتابع كممارسين صحيين، نتابع في الريسيرش البحوث العلمية عشان نرتقي بنفس اللي وصلوا له الدول الكبيرة زي بريطانيا وأمريكا، لأنهم هم أسسوا هذا الشيء وعملوا هذه العلوم كلها عن طريق البحوث العلمية. فأتمنى إنه إحنا نركز كسعوديين على الريسيرش والبحوث، وإن شاء الله أنا شايفة جنريشن جاي، يعني الطلبة متحمسين وعندهم طاقات إيجابية عالية، وإن شاء الله يعني أهم شيء الجامعات والمسؤولين يحمسون هالطلبة، وإن شاء الله كل جهودنا نشترك فيها بإذن الله. دكتورة، معلش بطول معك شوي، دكتورة بالنسبة للصيدلي في هذا المؤتمر، فيه توضيح وتبيان لدور الصيدلي وفصل عن دور الطبيب، إلى تحدثين عن هذا الموضوع. طبعا المريض لما يجي المستشفى ويجي يشوف الطبيب لازم ما ينسى دور الصيدلي، لأنه وقت صرف الدواء مثلا لو ما الصيدلي أخذ معاه، إحنا نسميها patient counseling، أخذ معاه وقت في شرح استخدام الأدوية، ممكن يأخذها بطريقة خاطئة أو يؤثر على صحته. وإذا كان منوم بالمستشفى ما كمان
الصيد الإكلينيكي في متابعة الجرعات والمونيتورينج أو اللي هي متابعة الجرعة اللي بتأثيرها على الكبد أو على الكلى. غير كذا في قسم تخصص السلامة الدوائية، وهو تخصصي يعني أنا بالمستشفى العسكري، إنه برضو إن نأكد إن السلامة الدوائية مثبتة وكل حاجة متابعينها للمرضى. شكرا دكتورة. العفو، يعطيك العافية. شكرا دكتورة داليا الغامدي، الشكر لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، الشكر أيضا للأستاذة سامية المشخص المعد والمنسق لهذه الفقرة. أعود بالصوت والصورة إلى الزميلات في الرياض مجدلين آية، لكم الصوت والصورة. شكرا لك يا سامي، الله يعطيك ألف عافية على نقل وقائع المؤتمر الصيدلي الإكلينيكي الأول في المملكة. شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لضيوفك الكرام. مشاهدينا، سينامون رول والشيف المميز عمر الترجمان، ولكن بعد هذا الفاصل.